يسعد اوقاتكم، معاكم فاتن. وصفتي بفيديو اليوم حتكون الجارليك تشيز بريد مع كل اسراره مثل المطاعم واطيب. يلا مع بعض لنبدا بالوصفه. رح نبلش بتحضير العجينة. عجينة البيتزا من العجائن السهلة جدا ومكوناتها جدا بسيطة وما رح نضيف لها إضافات كتير. عبارة عن 5 أكواب من الطحين، حضيف لهم معلقة كبيرة من الملح، معلقة كبيرة من الخميرة. عجينة البيتزا ما بنضيف لها بيض، ما بنضيف لها حليب، وما بنضيف لها أي شيء، فقط طحين، خميرة، شوية ملح، شوية سكر، و3 معالق من زيت الزيتون. هيك هي بتطلع معاكم العجينة الصح، لحتى تعطيني القوام المطاطي وكمان نفس قوام المطاعم. ضفت معلقة صغيرة من السكر ورح أضيف المية الدافية وأبلش بالعجن. استمرت بالعجن لصار معي قوام العجينة بهذا القوام. حضيف معلقة صغيرة من زيت الزيتون وأعجنهم عجنة بسيطة. تقريبا العجين هو أكتر شيء مهم بهاي الوصفة، كل ما عجنتيهم أكتر كل ما عجينتك صارت معاكي أطيب. بستمر بالعجن، بتركهم 40 دقيقة لحتى يرتاحوا. حضرت صوص البيتزا، ممكن تجيبوه جاهز أو تعملوه بالبيت. عندي هون 3 معالق كبار من السميد الناعم وهو سر الوصفة، وكمان عندي هون السر الثاني اللي هو زبدة مذابة، حطيت عليها بودرة الثوم وكمان مجموعة من الأعشاب. الأعشاب استخدمتها هي أعشاب إيطالية خاصة بالبيتزا، عبارة عن بصل مجفف، ثوم مجفف، وكمان الأوريغانو، الريحان، نكهتها جدا رائعة على البيتزا. ممكن أن تضيفوها أو تعملوها بالبيت. طبعا صوص الزبدة هاي باخدها وبدهن فيها الصينية، وبرش الصينية بشوي من السميد الناعم. هذا هو السر، رح يعطيكي نفس عجينة أو كراست البيتزا. هلأ أخذت جزء وفردته على شكل مستطيل مثل ما أنتم ملاحظين، رح أقطعه هذا المستطيل من الوسط. هلا رح اخذ شوي من الصوص وافرشه على العجينه بهذا الشكل. رح اوزع هلا جزء بسيط من الجبنه، طبعا استخدمت المازوريلا، ممكن تستخدموا الفريش مازوريلا، كله بيرجع حسب الرغبه. رح اضيف رشه بسيطه من الاوريغانو. وهلأ باخد الجزء الثاني من العجينة وبعملهم على هذا الشكل، بغلفهم أو بسكرهم وبتأكد إنه الأطراف مكبوسة معي بشكل كويس، بحطهم على بارشنت بيبر وهيك بصيروا معي جاهزين. بقطعت البيتزا بعمل فيهم شرائح أو قطعات بسيطة بهذا الشكل. هيك صارت معاي جاهزة. هلأ الخطوة الثانية، قبل ما أوزع الجبنة رح أدهنهم بدهنة بسيطة من الثوم مع الزبدة والأعشاب، بيعطيني طعم جدا لذيذ للغارليك تشيز بريد. هلأ ببلش أوزع المازوريلا على الوجه. وضفت لهم شوي من الشدر لحتى يعطيني طعم كتير زاكي. رح أوزع هلأ شوي من الأوريغانو على الوجه، وممكن تضيفوا لهم كمان رشة بسيطة من بودرة الثوم إذا أنتوا حابين نكهة الثوم تكون أكتر. هلأ بحطهم بالفرن على 375 على الرف التحتاني من الفرن، الرف الأسفل، وبتركهم لحتى يستووا. تقريبا بياخدوا 20 دقيقة حسب نوعية فرنك. هيك صاروا معي جاهزين، ما تتصوروا قديش ريحتهم بتشهي، الريحة عبت البيت بتشهي. هلأ رح أقطعهم على شكل مستطيلات أو أصابع مثل ما أنتم ملاحظين بالفيديو. وهيك صاروا معي جاهزين، طبعا بتقدموا مع طبعا رح أفرجيكم هلأ
الكراست كيف بيطلع معاكم جدا جميل، نكهة التوم فيه بيعطي نكهة جدا رائعة. راح أحط طبعا بنقدمهم مع الصوص أو صلصة البيتزا، وهيك بتصير معاي جهزت. بالنسبة للتشيز بيتزا نفس الطريقة، فردتهم ودهنتهم بصوص البيتزا. راح أفرجيكم الكراست من تحت، دهنت الزبدة على الصينية مع رشة السميد الناعم، بتعطيكم كراست جدا رائع، وهيك بتصير معاي جاهزة للتقطيع. صدقوني بتطلع معاكم نفس المحلات الجاهزة، العجين كتير لذيذة، وكمان الكراست نكهة التوم مع الزبدة بتعطيها نكهة جدا مميزة. لهون بتكون وصفتي خلصت معاكم لليوم، بتمنى اليوم اللي تكون الوصفة عجبتكم. انتظروني بوصفات قادمة إن شاء الله، ويعطيكم ألف عافية.